حلقة جديدة من صدى الأسبوع، وفي عناوينها: مدرسة بحمش بكريتر عدن تغلق أبوابها وتصبح أطلالا، مزارعون وصيادون متضررون من الأعاصير في المهرة في طي النسيان، أطباء يحترفون تعامل مع مرضى كورونا بلهج. في حيدرآباد هنود يمنيون متمسكون بالعادات. في المعافر بتهز حصن جبلي منحوت بالصخر. وادي الكلبان بحجة شهرة الأنهار والينابيع والأشجار المعمرة. المباني الطينية في شبوة أصالة المعمار تقاوم عوامل الزمن. سالم عفيف مبدع من تريم يبتكر آلة للرش. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2:30 ظهرا و8:00 مساء.